الحمد لله بين قوم من الأخيار لا نزكي على الله أحدا. لأول مرة أعرف أن هناك مصاهرة بين فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله والدكتور الطبيب حفظه الله الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أول مرة أعرف أن بينهما مصاهرة. صدق الله إذ يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فنسأل الله أن يديم علينا وعليكم المودة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليخبره أنه يحبه. فنحن نشهد الله على محبة إخواننا في الله ومحبة الأخ فضيلة الشيخ أبي بكر حفظه الله تعالى. نحبه في الله حبا عظيما لانتصاره لسنة الرسول الأمين، ونحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي في الله. أعود مذكرا الزوج بتذكرة خفيفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحولي كوكبة من الفضلاء من أهل العلم، وأقول مستعينا بالله على الزوج أن يسأل ربه أن يصلح له زوجته. آمين. وأن يصلحه لزوجته. فلا أخفى عليكم قول الله تعالى في شأن النبي الكريم زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة. فلن تنصلح الزوجة لك إلا إذا أصلحها الله. والحمد لله منبتها طيب ومنشأها طيب والذكرى تنفع المؤمنين. ويقول العبد الصالح شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فعلينا أن نسأل ربنا أن يصلح لنا أزواجنا. ثم للزوج أقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. ويقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فكن رفيقا بأهل بيتك أيها العروس، كن رفيقا بأهل بيتك لتحظى بالخيرية الواردة في حديث الرسول الأمين: خيركم خيركم لأهله. كن رفيقا، كن ودودا، ولتفعل مع زوجتك ما تحب أن يفعل مع أختك. فاستوصي بابنتنا خيرا، استوصي بابنتها خيرا، ما تربت ولا نشأت إلا على الدين. نحسبها ولا نزكيها، أبوها رجل صالح وأمها كذلك وجدها كذلك وجدتها كذلك وجدها من الطرف الآخر كذلك، كلهم أسرة خيرة. فاستوصي بهم خيرا، استوصي بزوجتك خيرا، بارك الله فيك، وستجدها إن شاء الله صالحة مطيعة بإذن ربها. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بارك الله لكما، بارك عليكما، وجمع بينكما في خير، ورزقكم الله الذرية الصالحة. وجزاك الله خير يا دكتور عبد الرحمن، وحفظك وسلمك، وأخي الكريم فضيلة الشيخ أبي بكر. شكر الله خطاك وتشرفنا وسعدنا اليوم بالمصاهرة التي بينك وبين الدكتور عبد الرحمن. ربي اجمعنا وإياكم في الفردوس والسامعين، ومعي أخي الشيخ حازم الدكتور حازم شمان، وفقه الله لكل خير وسائر المشايخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. شكر الله لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي هذه الكلمات الضافية الجميلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكتب في موازين الحسنات.